بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور حسن الصويني، عضو الشبكة الجمعوية المحلية لدعم وتأهيل أشخاص في وضعية إعاقة بالإسلام. تنظم هذه الشبكة، أي الشبكة الجمعوية المحلية لدعم وتأهيل أشخاص في وضعية إعاقة بالإسلام، بالمركز المندمج للتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة بالمجد جماعة الإسلام، يومه الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، حملة طبية، وذلك بدعم من مجلس جماعة الإسلام وتحت إشراف إدارة الترابية لجماعة الإسلام بشخص السيد الباشا والسيد القائد والحلقة الإدارية، وكذلك الشكر السيد العامل الذي ما فاتح يقدم الدعم لهذا المركز، وكذلك بدعمين وبتمويل وكذلك من شركة لافاج هوسيل المتواجدة في المنطقة. إذا ينظم هذا اليوم حملة طبية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة والذين هم يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية بجماعة الإسلام دار عبد الله بن نون، دار عمر الخيام، دار عمر بن العاص، وكذلك بعض المؤسسات التعليمية بجامعة خيسا كمدرسات المخاطر والمناطق المجاورة، وذلك من أجل تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتقويمهم عن طريق التشخيص الطبي، حيث يحضر معنا دكتور اختصاصي في الطب النفسي سيكياتر، ثم كذلك المعالج النفسي، واخصائي في تقويم النطق، واخصائيه بالتنويم الطبي، ثم كذلك اختصاصي في طب العيون، وكذلك في البصريات، تقني في البصريات. هؤلاء الطاقم الطبي عفوا والشرف الطبي يقومون بتصنيف الاشخاص ذوي الاعاقه والذين يتابعون دراستهم المؤسسات التعليميه بجماعه الاسلام والجماعات المجاوره، وذلك من اجل تقديم علاجات طبيه اولا، وكذلك خطط تعليميه ملائمه لكل بيئه من هذه البيئات. نتمنى ان يكلل هذا اليوم المتعلق بالحمله الطبيه لفائده الاشخاص في وضعيه اعاقه وتصنيف انواع الاعاقات للاطفال المتمرسين بالمؤسسات التعليميه بكل جامعات الاسلام وجامعات مدخيسة والمناطق المجاورة، أن يكلل بالنجاح ويتم إعداد الملفات في هذا التصنيف حقيقي عن طريق التشخيص الكلينيكي والطبي للأطر المتخصصة في مجال الإعاقة، حتى يتسنى تقديم الدعم والتعلمات الداعمة لهؤلاء الأشخاص ويمكنه تمكينهم من المهارات الحياتية ومهارات التعبير والتواصل والتعلمات الأكاديمية بالمؤسسات التعليمية سواء داخل المركز أو داخل هذه المؤسسات التعليمية. والسلام عليكم. السلام عليكم، معك السيد ياسر البرهامي المنصاري، جينا اليوم مشاركة مع لافاج والبلدية إن شاء الله، وجينا باش نفحصوا التلاميذ ديال الاحتياجات الخاصة وندير لهم الدار إن شاء الله باش نساعدوهم، والله ولي التوفيق. دونك جينا نشوفوا اليوم إن شاء الله عندنا تقريبا 31 تلميذ ولا 40، كما قلنا مشاركة مع لافاج ومندوبية الصحة، وغادي نقدموا ان شاء الله الدارات اللي يحتاجها اليوم. وتنشكر من جديد، تنشكر لافاج بورسيم ومندوبيه الصحه وجميع الشركاء اللي تمنى التشجيع. السلام عليكم. كما كتشوفوا اليوم الشبكه الجمعويه بمعيه الشركاء ديالها جمعيه ويسلام لادماج المعاق وشركه لافاج بورسيم كينظموا هذه القافله الطبيه لفائده الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. كما كتشوفوا كاين مجموعه ديال التخصصات داخل هذا المركز، هذا كاين النفس الحركي، كاين تقويم النطق، وكذلك كاين طب العيون، بالاضافه الى الطبيب النفساني لفائده هؤلاء الاطفال. فالحمد لله كما كتشوفوا يعني جاوا حجوا لهذا المركز هذا واحد مجموعه ديال الاطفال ومجموعه ديال العائلات للاستفاده من هذه العلاجات الطبيه التي نراها اليوم بهذا المركز، مركز الشبكة الجمعوية لتأهيل أشخاص في وضعية الإعاقة. هذه القافلة اللي غتستمر اليوم كامل إن شاء الله الرحمن الرحيم لفائدة هؤلاء الأطفال، فاللي كنترجاو منه إن شاء الله الرحمن الرحيم هو أن استفادة هاد الأطفال هادو، لأن القافلة تنظم بالمجان وهي بتمويل من شركة لافاج هوسيل. السلام عليكم، معكم أخصائية تربية النطق لمياء بنيس. اليوم كنتواجدوا في مركز ويسلان لإدماج الطفل المعاق. كنرحبوا بالآباء والأطفال اللي اليوم ساهموا معنا في هذا
في هذه الحمله الطبيه. وكنشكر الرفقاء ديالي بالطبع لي بسيكياتر لي بسيكولوج لي كيني على التدخل المشاركه ديالهم. اليوم جينا باش نديرو تشخيص للاطفال اللي كيعانيو من بعض الاضطرابات الحركيه ولا اضطرابات النطق ولا اضطرابات عصبيه. وبجهد الله توفقنا ان شاء الله باش نشوفو يعني لا بلوبار ديال لي باسيون، وان شاء الله غادي تكون متابعه ديالهم هنا في المركز او في اقسام الادماج اللي كيتواجدوا في المدارس باش نتبعوا الملفات ديالهم ان شاء الله باذن الله. كنشكروا بالطبع كل من ساهم من قريب او بعيد، كنشكر مندوبيه الصحه، كنشكروا شركه لافارج والسلطات وكل من ساهم من قريب او بعيد.